مرحبا بك مرة أخرى في الماتينال، لنشوفوا سبوت الخاصة بجويس. دونك جويس تعطينا عليه شويه معلومات صفصوف. دونك ديما نذكروا اول حاجه انه جويس موجود في 3 بوينت فون، 3 نقاط للبيع، 3 مغازيات كبرى مخصصه على ذمتكم ومعمره بكل ما تودوا وتشتهيوا. دونك المغازيات هذوما موجودين في سكرى، نابل، ياسمين، الحمامات، تلقاو في محوي جنسي ورجال كبار وصغيرات، اصبابه، سبدريات، سيكان، لي اكسسوار، لي فاليز، لي اكسسوار يعني لي فو بيجو اكسيتيرا. تلقاو فيهم لي ارتيكل زاد كيف كيف نتاع الديكوراسيون، ميم استيتيك موجود، كيما موجودين لي كوستيم، حوايج سبور وغيره وغيره، ميم لي روب سواري موجودين في جويس. دونك عطيهم صحه، باج فيسبوك جويس، باج انستغرام جويس اوفيسيال، خذوا اكثر فكره على لي برودوي على خاطر يعملوا في ليفريزون 7 سور 7 على كامل التراب الجمهوريه. ميرسي صفصوف، نعطيك كلمه الختام من الشيفه تحيه. ميرسي يا فاطمه، انا هنايا كما تشوفوا عملت المقرونه هذه، المقرونه ورده الميني، هذه فوزيل لي ميني عملتها جوست بالصوص طومات، حطيت فوحتها بالصل وثوم وطماطم سيكام المدشه، حبيتها تكون طماطمها فريشكه، حطيت لها زيت نجمه ديو بلس، ما فوحتهاش ياسر، شويه كركم وملح، وحطيتها طابت جوست في رمشه عين، معناها لوطون اللي غليت المقرونه غليت الطماطم رميتها على بعضها، حطيتها شربت الصوص نتاعها، لكن الخاصيه نتاعها كوني رميت لها عملتها 3 فروماج، حطيت لها غرويا غابي، حطيت لها موتزاريلا، اي جبن المقرونه المشهور اللي جبن مرياح السالي اللي مجعول يطلع النكهه، يغوليف لو غو نتاع النكهه اللي هو سيسيليان غابي، هو اللي كمل عطاها المطعم نتاعها. تنجموا اذا كان تحبوا تزيدوها حاجه زايده، تنجموا تحلوا طن الموجه وتحطوا فوق وجهها تروف طن صغار، نعرف اللي يحبوا الطن مع المطعم هذايا مع نكهه الجبن يحبوها برشا. مع هذايا عملت لكم وريتكم كيفاش تعملوا البروكلو مشوي في الكوشه، فوحتوا بهريسه سيكام وحطيت له زيت ديو بلس، شويه بصل وثوم ومعدنوس، فوحتهم شويه، حطيته قصيته اون لاميل وحطيته في الكوشه سخانه ماكسيموم كيما نطيبوا الخبز، تحطوه هيت شوي ما يزموش ياسر وقت، في المهم تفرشوه في طبق يتحط ني، راهو ما يطيبش من الاول، تحطوه ني يطيب كان مشوي معاهم. هو عملت الميدايون هذوما، ميدايون نتاع خضره، فلفل وقرع اخضر، قصيتهم اون غونديل او ميدايون وحطيت عليهم، فوحت البلوند بوليد الصدر نتاع الدجاج مقصوص جويد ولا مرحي، حطيت عليه جبن وقوتا، انواع جبن مرياح، قوتا مرياح، القوتا مستقطره هي اللي تعطي لونكتيوزيتي، ما حطيتش عظم في الفخس بتاعي، حطيت معدنوس وبصل كركم وجبن غرياغ وموزاريلا، حطيت عليهم حكا صوص طومات، تنجموا تحطوا طومات كونكاسي والا اللي بثوم، والا تنجموا تحطوا صوص بيتزا زادة تمشي معاه بالكدا بالكدا، غطيتوا بابي كويسون، تخلي الكوشه مده نص ساعه طاب، حطيت له جوست في الاخر شويه زيت ديو بلس نجمه. وفي الختام عملت البسكوي هذا للناس كل اللي تحبوه تعرفوا، المكونات بتاعو بسيطه سهله، فارينا سبيسيال جاتو ورده، سكر فاني سمارت شيف، اصفر عظم وعظم كامل، زبده، سكر محاور، سكر فارينا،
لميتهم كل مع بعضهم، لكن زدتهم حاجة اللي هي لوز مرحي اون باك. نجموا تحطوا لوز كاكاوية ولا بوفريوة، هذاك الاختيار يقعد ليكم انتوما. لميت العجينة ولات متناسقة، حليتها وحطيت فيها الماء، وريتكم تكنيك كيفاش باش تعملوها الفورمة هذيك، وتحطوا فيها في وسطها المعجون سيكام تاع الفغاز. تنجموا تنوعوا المعجون، تنجموا تعملوها بالمعجون أبغيكو ولا بالكرموس جبنينة برشا ولا سفرجل، أي نوع معجون يمشي معها، المهم يكون معجون إكيليبغي وسكره باهي ويكون بنين، وانتم تشوفوا كيفاش منظرهم طلع معناها مزيان. طاب في كوشة 200، من بعد دوب خرجه سخون وأنا قصيته جراير كما تشوفوا فيه، ونخليه يبرد، ومن بعد تنجموا تاكلوا بشفاء. ان شاء الله تكون عجبتكم برتنا اليوم، ابعثوا لنا اقتراحاتكم على الباج اوفيسيال الماتينال. الى اللقاء. مشكوره شيف فتحي، يعطيك الصحه على غوسيت هذوم الكل. دونك تويكا وقيت ياسير، دونك اليوم اكثريه التوانسه ولاو يعرفوا ياسير ابليكاسيون موبيل اللي هي سهلت علينا تنقلاتنا في تونس الكبرى وسوسه وصفاقس. ياسير ملي بدات كانت مامنه بدور الكبير اللي يلعبوا سائق التاكسي في حياتنا اليوميه، على هذاك وفرت وما زالت توفر برشا امتيازات للتاكسيستيه اللي يتعاملوا معاها. دونك فما التكوين أبار وزادة المراقبة المستمرة للشوفور دو تاكسي. ياسير يتمتعوا برشا بامتيازات، مثلا وقت اللي تقيد مع ياسير فما تنجم تتمتع ببونوس على أول كورسة تعملها على امتيازات طول العام. مش كان هذا أكاهو، ياسير هي الابليكاسيون موبيل اللي عندها أقل كوميسيون في تونس توصل العشرة بالمئة. دونك فرصة للتاكسيستي الكل اللي يقيد مع ياسير باش يتقوي مربوحك وتسهل الخدمة على روحك. الأكثر معلومات راهو تنجم تدخل على باج الفيسبوك ياسير تونيزي. مشكورة ياسير على سيرفيس هذوما الكل. دونك فاطمة يعطيهم الصحة، ياسير كالعادة مشكورين. أنا نحب نشكر زادة كيف كيف لاختيست كوافير يمن بور لا ميزون بوتي، تلقاوه في العوينة حي الواحات، باج فيسبوك، باج انستغرام، لاختيست كوافير يمن. كيما نعمل غوميرسيمون بيان سور الجويس اللي قاعد يلبس فيه، تلقاوها في 3 بوان فونت، ثلاثة مغازيت كبرى موجودين في نابل، ياسمين الحمامات وسكرة. دونك على فما تخفيضات هامة وهامة جدا. دونك ما عليكم كان تدخلوا الباج فيسبوك جويس ولا الباج انستغرام جويس اوفيسيال باش تاخذوا فكرة على ليزارتيكل، باش تلقاو حوايج من الكبير للصغير للماعون للريدويت، الكل ما يهم الديكوراسيون تاع الديار، الاساك، ليزيسبادغي، ميم حوايج سبور كله موجود وكلهم عليه تخفيضات كبرى. دونك ان شاء الله نهاية اسبوع موافقة للجميع، ونتقابلوا ان شاء الله الاثنين الجاي. مشكورة صفصوف. أنا بدي نشكر أول حاجة ندخل ديكوراتريس اللي هي مدام أحلام الخلال، يعطيها صحة على خدمتها مدام أحلام. دونك تنجم تدخل على باج فيسبوك وانستغرام ديكوريف. ميرسي زادة السونتر ديستيك باك ستيج، تلقاو في العوينة باج فيسبوك وانستغرام باك ستيج. نعاود نذكركم تدخلوا على تليفوناتهم باش تاخذوا لي رونديفو باش تنجموا تنسخوا تمشيو الباك ستيج. ميرسي زادة انزو شوز، نلقاو في المزا 7 باج فيسبوك وانستغرام انزو شوز، انستغرام انزو شوز اوفيسيال. انزو شوز ديما نعاود نذكركم تنجموا تكمانديو معناتها لي زارتيكل اللي يعجبوكم نسوقهم حداكش قدام باب الدار. ميرسي البوتيك اللي تلبس فيها سي ان ديم، نلقاوها في طريق سكره باش فيسبوك وانستغرام سي ان ديم سكره. ميرسي فريق الاعداد زميلتنا هلا بن جمعه، ميرسي الفريق التقني، ميرسي جمهورنا العزيز داخل وخارج التراب التونسي. اتمتعوا بالويكاند وملتقنا ان شاء الله نهار اثنين. بسلامه. وردة سرها المحبة. سيكام تقولها لك قوتنا في هريستنا. نجمة اللون ذهب وكل شي فيها يتحب. نجمة راك حرة. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. تن البدر صحة ونكهة وبنة، عرفتي توا سر تن البدر وهل يخفى القمر؟ من اليوم سمارت شيف تقدم لكم كريمة جديدة بنكهة الزهر. مع سمارت شيف مسهلها البنة. إريكسل الحل المتكامل ضد تساقط الشعر. إريكسل تقنية سويسرية من مخابر لونفول فارما.
إيميونيتي 19 مكمل غذائي لتقوية المناعة بعد استشارة الصيدلي.